الاثنين 23 من نيسان، صباح كل الخير، صباح مليء بالسعادة لكل من بتابعنا عبر شاشة تلفزيون فلسطين وبرنامج فلسطين هذا الصباح. كالمعتاد وإياكم حتى العاشرة أنا وداليا. أحلى صباح لإلك داليا. يسعد صباحك فرح، صباح الخير لإلكم مشاهدينا، وأكيد صباح الخير وصباح خاص للطاقم الموجود في غرفة التحكم الكونترول روم، وهم أكيد الجنود المجهولين وراء كل هذا العمل الرائع. صباح الخير لكل اللي عم بتابعونا بفلسطين هذا الصباح وعبر شاشتنا فلسطين، وزي ما ذكرت فرح حتى العاشرة رح نكون معكم بفقراتنا اليوم منوعة وجميلة جدا. شو أول موضوع رح يكون معنا لليوم؟ خلينا نتوقف لنشوف أبرز ما تحمله جولتنا الصباحية لهذا اليوم. رح نتحدث عن الأسبوع العالمي للتعليم، وفي زاوية التمارين الرياضية الصباحية الكوتش يزن زهران رح يكون حاضر معنا. معرض أفلام عيون عصرية في الجولة الصباحية. رانيا حاتم مشاركة كانت في مهرجان نصرة للقدس والأقصى في العاصمة التونسية أيضا حاضرة معنا في الجولة الصباحية. وأخبار الرياضة مع زميلنا علاء عباد. في فقرة فنان من بلدي الفنانين محمود سمحان وسامي جردات أيضا رح يكونوا معنا. في تنوع اليوم بفقراتنا فرح، في اليوم تنوع كبير بفقراتنا، فقراتنا كالمعتاد منوعة، ولكن أنا حابة أنوه أنه كمان حالة الطقس اليوم ممكن في ارتفاع. الأخبار عندك الأخبار عندك، امبارح كان الطقس شتوي صحيح، اليوم حسينا أنه الطقس أدفى. وكمان بدنا نذكر داليا قبل ما نتوقف مع أحوال الطقس والصحف المحلية أنه إحنا موجودين معكم على صفحتنا على الفيسبوك، صفحة فلسطين هذا الصباح، نستنى مشاركاتهم تعليقاتهم لحتى نشارككم معها خلال جولتنا الصباحية. أكيد. أما رح نكون مع حالة الطقس معك أنت فرح، رح تعطينا طمأنة هيك على حالة الطقس. هلا اليوم الوضع مطمئن، بس بدنا ندير بالنا كمان هذا الأسبوع لأنه في توقعات لمنخفضات أخرى، بس نطمن على حالة الطقس لهذا اليوم الآن. صباح الخير لكل من بتابعنا في فلسطين هذا الصباح. في وقفتنا الآن رح نطمن على الأحوال الجوية لهذا اليوم، بحيث يكون الطقس غائما جزئيا إلى صافٍ، هناك ارتفاع طفيف على درجات الحرارة بحيث تكون حول معدلها السنوي العام. أما بخصوص الرياح فهي جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، أما البحر فهو خفيف ارتفاع الموج. الآن خلينا نتوقف إحنا وياكم لحتى نشوف درجات الحرارة في محافظات الوطن. نبدأها مع العاصمة القدس، وتسجل درجة الحرارة 21 درجة مئوية. وإلى رام الله من المتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى 20 درجة مئوية. في نابلس تصل الحرارة إلى 22 درجة مئوية. وفي جنين 24 درجة مئوية. في طوباس أيضا ستكون 24 درجة مئوية. وفي الخليل 20 درجة مئوية. وفي أريحة تصل درجة الحرارة إلى 30 درجة مئوية. وفي بيت لحم من المتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى 21 درجة مئوية.
أما في طول كرم فتسجل الحرارة 24 درجة مئوية. وفي قلقيلية أيضاً 24 درجة مئوية. في سلفيت 21 درجة مئوية. وإلى المحافظات الجنوبية نبدأها بمدينة غزة 22 درجة مئوية. إلى خان يونس أيضاً 22 درجة مئوية. أخيراً في رفح 24 درجة مئوية. ومن محافظات الوطن ننتقل وإياكم إلى درجات الحرارة في بعض العواصم العربية والعالمية. إذن كنا مع توقعات درجات الحرارة لهذا اليوم، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. الآن بدي أرجع لعند داليا لحتى تاخذنا جولة في الصحف المحلية. صباح الخير من جديد داليا. يسعد صباحك فرح. أكيد ومشاهدينا رح أكون معكم بجولة لأبرز ما صدر في الصحف المحلية لهذا الصباح من أخبار. صباح الخير من جديد مشاهدينا. كالمعتاد جولتنا الصباحية بنبدأها بقراءة الصحف المحلية وأبرز ما صدر فيها من أخبار، وبنبدأها أكيد بصحيفة الحياة الجديدة والتي عنونت بطرف الصحيفة الأيمن الأردني يؤكد اعتماد بطاقات الإقامة المؤقتة لأبناء غزة. أما من طرف الصحيفة أيضا مصرع شاب بانهيار نفق في دير البلح ومواطن من مخيم الفوار أثناء عمله في أراضي 48. من الحياة أيضا هناك خبر يتحدث عن سيادة الرئيس محمود عباس والذي يستقبل جمعا من المحررين ويؤكد بأن قضية الأسرة هي قضية الشعب الفلسطيني بأسره. وهناك صورة للرئيس محمود عباس وهو يتوسط جمعا من المحررين. من الحياة أيضا الأسرى المرضى في مشفى الرملة يعانون أوضاعا صحية غاية في الصعوبة، هذا ما تحدث عنه تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين أمس، والذي تحدث بأن الأسرى المرضى في مشفى الرملة يعانون أوضاعا صحية غاية في الصعوبة وأنهم ينامون ثلثي ساعات يومهم هربا من ألمهم. من صحيفة الحياة أيضا هناك عنوان يتحدث عن إصابة 3 مواطنين بالرصاص الحي في غزة، وأيضا الاحتلال يهدم مقهى وجزءا من مطبعة في القدس، ويأتي ذلك بعد سلسلة من العمليات نفذها الاحتلال في هذه المنطقة، وذلك طبعا بهدف توسع الحاجز العسكري والذي يعتبر الشريان الرئيسي لتدفق سكان ضواحي القدس الشمالية على مركز المدينة ويفصل بين مدينتي القدس ورام الله.
متواصلة وإياكم بقراءة بأبرز ما صدر في صحيفة الأيام. والجبهة الشعبية تقول لن نسمح بالمساس بمنظمة التحرير، وأيضا هناك خبر يتحدث عن وزير المالية والذي يؤكد دعم موازنة دولة فلسطين، وهو طبعا شكري بشارة، وجاء ذلك في اجتماعات للبنك وصندوق النقد الدوليين. من صحيفة الحياة أيضا، ليبرمان يتبجج ويقول بأن البطش لم يكن قدسيا ولا علاقة للموساد باغتياله. وأيضا عضو كنيسة يواصل التحريض ويقول بأنه كان يجب إطلاق النار على عهد التميمي. من الحياة أيضا، الحكومة تقرر صرف مساعدة طارئة لصالح مكب زهرة الفنجان في جنين. وأيضا حكاية البيت هارون الرشيد والذي استفز جولدا مائير. وهنا نتحدث عن الثري المقدسي حنا بشارة، والذي بنى في حي الطالبية غربا خارج أسوار القدس القديمة فيلا سماها فيلا هارون الرشيد، وهي عبارة عن شقتين مزخرفتين مستوحاة من حكاية ألف ليلة وليلة، وهي استفزت جولدا مائير. من صحيفة الحياة أيضا، وهناك أخبار منوعة طبعا من صحيفة الحياة، وقرية فرنسية تخوض حربا على مطاعم الوجبات السريعة، وافتتحت قرية فرنسية موقعا لبيع الأطعمة المحلية الصحية، وذلك بهدف مواجهة مشروع لبناء مطعم الوجبات السريعة تحاول عرقلته منذ سنوات. من صحيفة الحياة ننتقل وإياكم إلى صحيفة الأيام، والتي عنونت استشهاد شاب في رفح متأثرا بجراحه، وإصابات ومتظاهرون يزيلون أجزاء من السياج الشائك. والصورة المرفقة لهذا الخبر عن المتظاهرون وهم يزيلون أجزاء من السياج الشائك شرق خان يونس، وذلك طبعا أمس. عنوان آخر من صحيفة الحياة، ومستوطنون ينفذون جولات استفزازية شرق يطا وسبسطية، والاحتلال يهدم مقهى في قلنديا ومطبعة في بيت عنان. وفي غزة، الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة تؤكد على سلمية فعاليات الطائرات الورقية. من الأيام أيضا، سفينة العودة تبحر من النرويج لغزة في ذكرى النكبة، حيث تواصل تحالف أسطول الحرية الدولي التحضيرات لإبحار قافلة من السفن تحت اسم سفينة العودة، والتي ستنطلق من النرويج بالتزامن مع الذكرى 70 للنكبة. من صحيفة الأيام أيضا، ميركل تقول بأن وضع القدس يتحدد عبر مفاوضات ضمن حل الدولتين، وهي طبعا المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والتي عبرت عن رفضها لنقل سفارة بلادها إلى مدينة القدس المحتلة، وذلك على غرار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأشارت أيضا إلى أن أي اتفاق بشأن القدس يجب التوصل إليه عبر مفاوضات ضمن رؤية حل الدولتين. من صحيفة الأيام أيضا مشاهدينا، وفي خبر منوع يتحدث عن كبار السن، وفقدان كبار السن لشريك الحياة يخلف ضعف الإدراك. هذا ما قاله باحثون، بأن كبار السن الذين يفقدون شريك الحياة يكونون أكثر عرضة للإصابة بضعف الإدراك فيما بعد، وهو ما يتطلب توفير المزيد من المراقبة والدعم لهم. الآن ننتقل إلى صحيفة القدس، وهي آخر صحيفة معنا لهذا الصباح، والتي عنونت وتحدثت عن الدكتور مرعي، والذي قال بأن هناك نمو متصاعد بعد الانطلاقة الناجحة في غزة والجيل الثالث والوطنية تعقد اجتماع هيئتها العادي السابع. وفي خبر آخر من القدس، شتية يقول بأن توجه للتغيير جوهري يشمل ثلثي أعضاء اللجنة التنفيذية. طبعا شتية هو عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، الدكتور محمد شتية. ومن رأس الصفحة أيضا، مجدلاني وصبيح استحقاق في ظل التحديات، وقطعنا شوطا كبيرا في التحضيرات.
بانتقالنا إلى آخر صفحة من صحيفة القدس ومن الأخبار المنوعة، هناك خبر يتحدث عن روبوت يمكنه تركيب أثاث شركة آيكيا. طبعا هذا الروبوت هو مخصص للذين يعانون من صعوبة تعليمات التركيب وكثرة المسامير والقطع الخشبية التي نجدها أمامنا عندما نحاول تركيب قطعة أثاث بعد شرائها. فخصصت شركة آيكيا هذا الروبوت والذي يساعد الأشخاص على تركيب الأثاث. ومن صحيفة القدس في ختام أخبارنا نتحدث عن باحثون في أستراليا يطورون جيلاً جديداً من الملابس التي تراقب الأنشطة الحركية. وبهذا الخبر مشاهدينا أنهي وإياكم جولة الأخبار ومن الصحف المحلية لهذا الصباح، وهلأ بنرجع لفرح. شكرا جزيلا داليا على هذه الجولة في الصحف المحلية. نبقى في إطار الصحف، ولكن بعد هالوقفة القصيرة نكون مع أبرز ما عنونت الصحافة الإسرائيلية. خليكم معنا. صباح الخير لكم مشاهدينا، اكيد من بعد جولتنا في الصحف الفلسطينيه المحليه خلينا هلا فرح نتوقف مع زميلنا فايز عباس وهو خبير في الشان الاسرائيلي لحتى يحدثنا عن ابرز ما صدر في الصحف الاسرائيليه لهذا الصباح. صباح الخير لك. صباح الخير. صباح الخير فرح. صباح الخير. شكرا لك، وانا اشتقت لكم اكثر واشتقت للمشاهدين واشتقت كمان لشغلي كشف الكذب والنفاق والانحطاط اللي وصلت له دوله اسرائيل. في أخبار جديدة يعني. في أخبار جديدة وفي خبر يعني على الصفحة الأولى في صحيفة إيديوت أهرنوت مع صور، إذا بنتبهوا المشاهدين يعني لصور أطفال. ولا ماذا يقول هناك؟ هناك تحقيق خاص، توثيق خاص إسرائيلي يختبئون وراء الأولاد. صور التقطت في مسيرات العودة على حدود غزة في اليوم الذي قتل فيه الصبي محمد أيوب، تشير إلى أن حماس تستغل الأولاد كذروع بشرية. كذروع بشرية، الأولاد يقفون في الصف الأول في الجبهة مقابل القناصة، لأنهم يفهمون جيدا، الأولاد يفهمون جيدا أننا لن نطلق عليهم النار، يقول ضباط في الجيش الإسرائيلي. شوف هذا الكذب يعني، وهذا النفاق وهذا الدجل. ويضيفون ضباط في الجيش للصحيفة أنه ليس هناك قائد عسكري واحد يقر إطلاق الرصاص على الأولاد. الملاحظة يعني بسيطة، يعني اللي قتل هذول الأولاد واللي قتل أولاد عشرات أو مئات الأولاد الفلسطينيين خاصة في غزة كانت بأوامر من مين يعني؟ من بعرفش مين. ولكن الشيء المثير للاهتمام أنه لأول مرة، وهذا غير أخلاقي مهنيا، أنه صحيفة إيديوت أهرنوت استعملت الصور التي قام بتصويرها الجيش.
يعني انه كلياته من الجيش الاسرائيلي، كل المادة حتى الصور، بالصور بتظهر انه اولاد حاملين اطارات وحاملين اي وبالقرب من الحدود. ولكن يعني تتخيلوا هذا الجيش، هذا الجيش الاكثر اخلاقا في العالم لا يطلق الرصاص على الاولاد، مسكين لربما من اطلق الرصاص على محمد ايوب من السماء بجوز نزلت رصاصة عليه. نقل السفارة الأمريكية إلى القدس سيكون بمشاركة ابنة ترامب وزوجها كوشنير. هذه ليست غزة وإنما بئر السبع، هناك صورة أيضا، ملثمون على سيارات في النقب يطلقون الرصاص بالهواء، طبعا ملثمين في قرية تل السبع التي تبعد 5 كيلومتر عن بئر السبع. وكان في حفل عرس وقاموا بإطلاق الرصاص من الأسلحة النارية. ويقول رئيس مجلس تل السبع للصحيفة: هذا شيء أنا أندد به، ولكن الشبان هنا لا يشعرون بالانتماء إلى دولة إسرائيل. مصادر في الليكود: نتنياهو يريد يطير المفتش العام للشرطة روني الشيخ بسبب التحقيقات التي أجراها في ملفات نتنياهو الأربعة. تعليمات وزارة المعارف الإسرائيلية: الفصل بين الذكور والإناث في مدارس تل أبيب خلال مباراة أو للألعاب القديمة. ومدراء المدارس في تل أبيب أعلنوا أنهم لن يسمحوا للطلاب بالمشاركة في هذه المسابقات بسبب قرار وزارة المعارف الفصل. طبعا يعني هو لم نحكي على أن الدواعش بس اللي بتفصل. الشرطة استعملت جهاز هذا الكهربائي لسيطرة على المتظاهرين أو على من يقاوم الشرطة مع أحد سكان عسقلان الذي توفي على الفور. وطبعا هناك تحقيق في الموضوع. والكاريكاتير اليوم في صحيفة يديوت أحرونوت: الممثلة ناتالي هورتمان التي رفضت استلام جائزة بقيمة 2 مليون دولار لأن نتنياهو كان سيشارك في الاحتفال، وأعلنت أنها طبعا تعارض بسبب ما حدث في غزة وما يحدث في إسرائيل من فساد رفضت. وزير الأمن الداخلي طلب منها إنها ما تذهب إلى الظلام الأبدي، يعني اللي لأنها قاطعت نتنياهو هنا، وتقول لها ناتالي ما تعطي للجانب الظلامي أن ينتصر. وهناك هي كممثلة هي شاركت في أفلام علمية كثيرة، وهناك الرجل الأسود الظلامي يقول لها: ممتاز، أسورطيني مع جلعد إردان، هذا الشيء اللي كان ناقصني. ننتقل إلى معاريف. معاريف عنوانها الرئيسي: مع روني الشيخ وقرار نتنياهو ووزير الأمن الداخلي عدم تمديد فترة وتواجده كالمفتش العام للشرطة. ويقول الشيخ: سأتنازل عن المهمة إذا لم أستطع البقاء مخلصا لأخلاقي وعملي. وأضاف في عقاب النشر في صحيفة معاريف أن وزير الأمن الداخلي لن يمدد له فترة إضافية، لن أتراجع بكل ما يتعلق بملفات الفساد لنتنياهو أو التحقيق مع نتنياهو في الشرطة. وحسب مصادر في الشرطة، المرشح لخلافة الشيخ هو يورام هليفي قائد منطقة القدس في الشرطة الإسرائيلية. والشرطة تطالب تعيين موعد جديد للتحقيق مع نتنياهو في ملف 4000 من جديد بعد أن قام الشاهد الملك.
وهو المقرب من نتنياهو سابقا نير حيفتس بتقديم شهادته وإفادته والوثائق التي بحوزته ضد نتنياهو. وزير الزراعة أوري هرئيل من البيت اليهودي يقول الكارثة اليوم، وتحدث عن كارثة اليهود في الذكرى، كارثة اليهود، يقول الكارثة اليهود اليوم هي محرقة انصهار اليهود داخل المجتمعات في العالم وتركهم لليهودية. في المحرقة النازية يدعي الوزير فقدنا 6 مليون يهودي، ولكن اليوم نحن نخسر كل يوم من شعبنا لتركهم الديانة اليهودية. من نشر صورة لرئيس الكنيسة بسبب خلافات مع نتنياهو على وشبهه بهتلر، قال أن هذا أن رئيس الكنيسة هو يساري متطرف. أزمة جديدة في الائتلاف الحكومي على خلفية قرار وزير التعليم تقديم اقتراح قانون للالتفاف على المحكمة العليا وإقرار طرد المهاجرين الأفارقة. عضو الكنيسة أو الوزير عفوا كحلون يعارض هذا القانون، وهناك من يعتقد أنه أزمة جديدة داخل الائتلاف الحكومي. الأسبوع القادم ستعود الكنيسة من الإجازة، والائتلاف سيقر قوانين كثيرة أهمها قانون القومية اليهودية، يعني الشعب اليهودي هو الشعب المفضل والذي يعتبر أن إسرائيل يهودية وأن اللغة الرسمية هي العبرية والعربية، وإلغاء رسمية اللغة العربية وإنما أن تكون لها يعني مكانا خاصا. وطبعا حسب هذا القانون إسرائيل غير ملزمة بالبناء لغير اليهود. أنا ما بحكي عن بناء مدن وبلدات، وإنما البناء يعني حتى وزارة الإسكان غير ملزمة بس لليهود. انتبهوا مليح، بس لليهود. هذا مثل هذا القانون سنة في الثلاثينات والأربعينات في ألمانيا ضد اليهود، فقط ضد اليهود. فيبدو أنه اليمين الإسرائيلي هو تلميذ ناجح للقوانين أو درسوا القوانين لألمانيا النازية جيدا. وأيضا قانون آخر هو أن من يدان في عمل إرهابي لا يستطيع أن يشارك في الانتخابات في الكنيسة، أن يكون عضو كنيسة وأن يخوض الانتخابات. وأيضا سيقر أن الكابينيت الإسرائيلي يستطيع إعلان الحرب دون العودة إلى الحكومة. ووزير خارجية إيران: نحن لسنا في الطريق إلى حرب مع إسرائيل. ونتنياهو يرد: لا تهمني الكلمات المعتدلة. ليبرمان: إسرائيل طلبت من مصر عدم السماح بإدخال جثمان العالم الدكتور البطش الذي اغتيل في ماليزيا إلى قطاع غزة. والصراع بين السلطة وحماس في غزة وصل إلى خيمة العزاء بالطفل أو بالصبي محمد أيوب. قوة عسكرية من حماس حسب معريف أطلقت الرصاص على عزاء العائلة والشاب الذي قتل طبعا برصاص إسرائيلي. والخلفية انتماء عائلة هذا الشاب إلى حركة فتح ورفضها استقبال المعزين من حماس، هكذا تقول صحيفة معريف. والكاريكاتير أيضا وأيضا في صحيفة معريف عن الممثلة ناتالي روتمان. وهنا يعني هذا شخصية الوزير أردان، ولكن عملوه بشعوه شوي يعني أنه وبحكي لها ما تروحيش على الجانب الظلامي. يبدو أنها شعرت أنه إسرائيل هي الظلام، عشان هيك بسبب هذه الحكومة هي رفضت الوصول إلى إسرائيل للحصول على الجائزة. وننتقل إلى صحيفة هآرتس عفوا، صحيفة هآرتس عنوانها الرئيسي واسمعوا جيدا أعزائي المشاهدين: موظف كبير وكان في وظيفة حساسة جدا في مكتب رئاسة الحكومة،
أدخل إلى السجن تحت اسم مستعار ومزور بعد إدانته بالاعتداءات الجنسية على عدد من النساء اللواتي عملن معه. الموظف اعترف بالتهم ولكن وحكم عليه بالسجن لفترة طويلة. وحسب مكتب نتنياهو فإن عدم نشر الاسم هو لمنع الاعتداء عليه بسبب وظيفته الحساسة سابقا ولأنه عمل في موقع حساس للغاية. طبعا أنا بشك أنه هاي طبعا هو كان أو في الموساد أو في الشباك، ولكن حتى صحيفة دعوت أحرنوت صحيفة آرتس لم تحصل على معلومات حول هذه القضية أكثر مما نشرت. اعتداءات اليمين الاستيطاني المتطرف في الضفة الغربية، أيضا صباح اليوم كان هناك اعتداءات تدفيع الثمن، أخذ بالازدياد هذا العام، والشباك يوصي بإصدار أوامر إبعاد ضد النشطاء من الضفة. تقرير وزير الأمن الداخلي ويقول حسب طبعا تصريح وزير الأمن الداخلي أردان حول قضية أم الحيران ومقتل المواطن العربي يعقوب أبو قريعان، أنه أن هذه القضية هي كانت على خلفية قومية بعكس ما قرره المحققين في مع الشرطة في هذا الملف والصور والوثائق التي نشرت، لكنه ما زال يصر على أنه على خلفية قومية، مع العلم أن كافة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أعلنت أنه ليس على خلفية قومية بالمرة، لكن هو حرض ضد العرب لذلك ولا لا يريد التراجع ويتهم الآخرين بأنهم لم يحققوا جيدا في الموضوع. عضو الكنيسة سموتريتش من البيت اليهودي كان يجب إطلاق الرصاص على عهد التميمي، هذا عضو كنيسة موجود في الائتلاف الحكومي. من ناحية ثانية إسرائيل تقول لك أن يعني أخلاق، شوفوا أخلاق السياسيين الإسرائيليين، كان يجب إطلاق الرصاص عليها. وآخر كان عضو كنيسة سابقا في نفس حزب البيت اليهودي نشر على صفحته صور لعهد التميمي وهي طبعا تقاوم جنود الاحتلال، وكتب شكرا لأن المحاكم الإسرائيلية تعمل ببطء لإبقاء عهد التميمي أكثر فترة داخل السجن. عهد التميمي واحد عضو كنيسة بطالب بإطلاق النار عليها وآخر أن تبقى في السجن لفترة طويلة، هذه أخلاق إسرائيل. افتتاحية الصحيفة أوقفوا إطلاق الرصاص على المتظاهرين والكاريكاتير اليوم، أيضا الفنانة الممثلة ناتالي فروتمان هي شاركت بأفلام يعني علمية والفضاء، هنا من إسرائيل مطلعين لها الصواريخ والطيارات اللي تقصفها في الخارج وهي بتطلع عليها وبتبتسم ابتسامة مش مهتمة حتى لكل اللي بتعملوه في إسرائيل. وشكرا لكم ونلتقي غدا. صباحك، شكرا صباح. جزيلا لك على هذه الجولة، وإحنا بانتظار كل ما تحمله لنا يوم غد أكيد. شكرا لك، يعطيك ألف عافية. أما هلأ فرح خلينا نروح لفاصل قصير، من بعد هالفاصل مشاهدينا أسبوع التعليم العالمي رح نتحدث فيه خلال فقرتنا. Thank you.
صباح الخير من جديد لكل مين عم بتابعنا في فلسطين هذا الصباح، ونبدأ وياكم أولى فقراتنا المنوعة. نتحدث فيها عن أسبوع العالمي للتعليم اللي بيحمل هذا الأسبوع شعار أوفوا بوعودكم. فعاليات هذا الأسبوع أطلقها بالأمس معالي وزير التربية والتعليم العالي دكتور صبري صيدم داليا. أكيد، وذلك فرح باسم الأسرة التربوية كافة وشركاء التعليم، أعلن عن إطلاق فعاليات أسبوع العمل العالمي للتعليم للعام 2018، والذي حمل هذا العام على المستوى الوطني شعار هل أوفينا بوعدنا. إذن خطوات قادتها وزارة التربية والتعليم رح نتحدث فيها خلال فقرتنا. أكيد منرحب بضيفنا هنا في الاستوديو وكيل وزارة التربية والتعليم العالي دكتور بصري صالح. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك معنا. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك دكتور بصري. بداية حابة أعرف منك هيك بشكل مقتضب جدا عن واقع التعليم في فلسطين. يعني احنا ندخل في هذه الفتره بمرحله حقيقه نطوي فيها عام دراسي ونستعد لعام دراسي اخر، ونحن محملين بالمزيد من الانجازات وايضا بالعديد من التحديات. اليوم نحن مسرورون الحقيقه من كل ما تم انجازه حتى هذه اللحظه في فلسطين، وهو الذي جعل يعني جهه دوليه كالبنك الدولي تقول ان نظام التعليم في فلسطين هو الافضل عربيا، وهذا ليس مبالغه. انا اعتقد ان هناك انجازات كبيره جدا تمت على صعيد الالتحاق في التعليم. اليوم نحن نفخر بان فلسطين يعني تفتح ابواب المدارس في كافه المناطق، ولا يوجد لدينا يعني نسب عاليه كما هو موجود في المنطقه العربية سواء من التسرب أو من الأمية أو خلافه أو حتى من التفاوت بين الجنسين. إحنا الحقيقة بالمنظور الدولي نقوم بعمل مهم جدا في هذا الموضوع، وخاصة إنه التعليم في فلسطين هو قيمة عند المواطن الفلسطيني، وهذا يساعدنا كثير الحقيقة بالاستمرار في الحفاظ على مستوى متقدم من الالتحاق في التعليم حتى في المناطق التي تحاول إسرائيل أن تحاربنا فيها، وهي مناطق الحقيقة تشهد تحديات هائلة سواء كان من خلال إعاقة الطلاب أو إعاقة المعلمين أو محاولة هدم المدارس أو هدم المدارس فعليا أو اعتقال الطلبة أو الاعتداء عليهم إلى آخره. نحن نؤمن يعني مستوى تعليم ممتاز حتى في هذه المناطق. اليوم إحنا نحتفل حقيقة تقريبا بالعام الأول بعد خروج أول قانون للتربية والتعليم في فلسطين وقعه سيادة الرئيس في شهر 4 الماضي، وهذا القانون يفتح صفحة جديدة تلزمنا جميعا للعمل بشكل مستمر من أجل الوفاء بمتطلبات تعليم نوعي للجميع بما ينسجم مع الأهداف الألفية الخاصة بالتنمية المستدامة، والتعليم هو جزء لا يتجزأ، الهدف الرابع من هذه الأهداف التي يدور النقاش عالميا حول أهمية أن تقوم الدول بعمل ما يجب في هذا الاتجاه. في هذا الموضوع التعليم في فلسطين يستمر بتحقيق إنجازات مهمة جدا كما تعلموا على صعيد إنجازات المعلمين وإنجازات الطلبة وإنجازات المدارس. لا نريد أن نكرر كثيرا، نحن لدينا أفضل معلم في العالم، ولدينا أفضل مدرسة في المنطقة العربية، ولدينا أفضل طالبة في تحدي القراءة في المنطقة العربية، وهذا كله يشحذنا ويمدنا بكثير من الطاقة من أجل المزيد من الإنجازات في هذا الموضوع، وأيضا مواجهة العديد من التحديات التي في الغالب يفرض علينا الاحتلال الإسرائيلي وتفرضها علينا ظروف هذا الاحتلال الذي أحيانا حقيقة يهدد وجود تعليم فلسطيني مستقر يعني يجعلنا قادرين على تحقيق أهدافنا بالسهولة واليسر التي يمكن أن يواجهها الناس في مناطق أخرى. ورغم ذلك أعتقد أنه التعليم بخير، ونحن نقوم بكل ما يجب في اتجاه حماية الموروث الوطني الفلسطيني. صحيح. كأحد أهم مكونات نظام التعليم في فلسطين. اليوم لدينا منهاج نكمل الحلقة الأخيرة من تطوير منهاج فلسطيني عصري يركز بعد حوالي 25 سنة من العمل في وزارة التربية والتعليم، يركز على مهارات القرن 21، ويفتح صفحة مهمة جدا في موضوع اكتساب أبنائنا لمهارات تجعلهم قادرين على المنافسة على المستوى العربي وعلى المستوى الإقليمي، وأيضا يجعلهم قادرين يجعلهم فخورون بأنهم فلسطينيون وبأنهم قادرين على أن يحافظوا على هذا الموروث الوطني وعلى هويتهم، وأن يكونوا حقيقة هم رأس حربة في الدفاع عن تراثهم وعن قيمهم وعن عاداتهم وعن تقاليدهم وعن هويتهم الوطنية الفلسطينية. دكتور صبري، بما انه احنا عم نتحدث عن واقع التعليم العالي، التحديات اللي بتواجهه، وتفضلت بذكر التحديات اللي تواجهنا من قبل
الاحتلال. في هذا السياق اسمح لي أن أذكر بعض الأرقام. في عام 2017 اللي قام بها الاحتلال تسببت باستشهاد 9 طلبة، جرح 603، اعتقال 311، تعرض أكثر من 300 معلم ومعلمة للاعتقال أو الاحتجاز، تعطيل الدوام كليا في 42 مدرسة، وهدم مدرسة أبو نوار وروضة جبل البابا ومدرسة زنوتة مؤخرا في جنوبي الخليل. هذه التحديات كلها نواجهها في كل يوم وفي كل صباح، ولكن إذا ما تحدثنا عن التحديات اللي موجودة من داخل المجتمع الفلسطيني اللي هي جزء من مسؤوليتنا أنه ندعم التعليم، وفي هذا الأسبوع هو الهدف منه دعم التعليم العالي، فبالتالي خلينا نتحدث شوي عن دورنا ومسؤوليتنا كمجتمع فلسطيني، كأولياء أمور، كطلبة، كأبناء، نحاول أنه ننهض فعلا بواقع التعليم في مجتمعنا. يعني بالإضافة إلى كل ما ذكرتي، وبصراحة يجب أن يبقى هذا موجود في ذهننا جميعا، أنه إحنا منعيش بمنطقة يحاول الاحتلال أن يقوم بكل ما ذكرتي وأكثر من ذلك. إحنا يعني لا ننسى دائما أن نتحدث عن غزة وما يجري في غزة وأثار الحروب المتتالية على أبنائنا وبناتنا في هذا الموضوع، على البنية التحتية لنظام التعليم وعلى المعلمين والآخرين. لكن بالإضافة إلى كل ذلك، نحن مطالبون الحقيقة أن نفكر كأولياء أمور وكمجتمع وكوزارة وكمؤسسات بإعداد أبنائنا لمرحلة يجب أن نتلمس ما يعني ملامحها، هذه الملامح التي لا نعيشها الآن، هي مرحلة ستأتي بعد 10 سنوات أو 15 سنة، لا نعرف بشكل يعني مطلق طبيعة مكونات الشخص وكيف يمكن أن يكون التطورات في المجال العلوم والتكنولوجيا، وهذا ما تعمل الوزارة على إنجازه في هذه المرحلة. نحن كمجتمع يجب أن نبقى التعليم كقيمة أساسية في حياتنا، ويجب أن لا نتخلى إطلاقا حتى لو كانت ظروفنا قاسية ونسبة البطالة عالية، يجب أن لا نتخلى عن الاستمرار في الحفاظ على التعليم وعلى تعليم أبنائنا والاستمرار في هذا الموضوع. نحن لدينا إنجازات مهمة جدا في مجال تعليم الإناث وفي مجال التعليم العالي وفي مجالات مختلفة لها علاقة في نوعية التعليم، يجب أن نصر على ذلك، لأن التعليم بالمناسبة ليس فقط هدفه التوظيف، التعليم هذا هدفه صقل شخصية الإنسان المواطن الذي يستطيع أن يكون منتمي لوطنه ولقضيته، وبنفس الوقت يجب أن يكون قادر على أن يساهم في عملية البناء الاقتصادي والاجتماعي في وطنه. لذلك الشيء الأول الذي يجب أن نحافظ عليه هو أن نبقى التعليم كقيمة أساسية في حياتنا. ثانيا، وزارة التربية والتعليم هي مؤسسة ترعى وتشرف وتتابع وتدير نظام التعليم، لكن ليست هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن قطاع التعليم. اليوم المسؤولية المشتركة جزء الأساسي من عملية الإنجاز في قطاع التعليم. نحن لا نتحدث عن شراكة بالمناسبة، نحن نتحدث عن انخراط، والانخراط يعني أن يكون الأب والأم والمجتمع والمؤسسة والنادي وكل من له علاقة بالأمر ومؤسسات الإعلام اللي منحييها بمناسبة وجودنا في تلفزيون فلسطين اليوم، أن نكون جميعا منخرطين في إعداد أبنائنا لما نعتقد بأنه مفيد في حياتهم وفي مستقبل أيامهم. وهذا يتطلب منا أن نرتقي إلى مستوى المسؤولية، وأن لا نجلد أنفسنا بشكل مستمر، بل أن نذهب باتجاه مزيد من العمل بما يجعلنا قادرين على أن نقوم بما يجب أن نقوم به. لذلك مهم جدا، على وهذا نداء بمناسبة بداية الأسبوع العالمي للتعليم، لأنه هذا الأسبوع الذي يشهر الشراكة بين كافة الشركاء، إلى كل أبناء شعبنا، إلى كل مؤسسات شعبنا، أن تنخرط في الاهتمام في مستقبل أبنائنا وفي تعليم أبنائنا بما يعني. وهذا بالمناسبة مهم جدا يعني في هذه المرحلة، أن نقول القطاع الخاص له دور أساسي ومهم جدا. أكيد. مؤسسات القطاع الخاص اليوم مطالبة، لأنه إحنا معنيين بالتوجه نحو التعليم المهني والتقني، وبدون شراكة حقيقية مع مؤسسات القطاع الخاص لا يمكن أن نستمر وأن نتقدم في هذا الموضوع. لذلك مطلوب من مؤسسات القطاع الخاص أن تأخذ دورها في هذا الموضوع، ونحن مسؤوليتنا أن نفتح هذا الأمر على مصراعيه حتى نقوم بكل ما يجب. في عندنا تحدي كبير جدا أيضا مطلوب منا كمجتمع أن نقوم به، هناك أطفال لنا يعيشوا في ظروف صعبة، وهنا نتحدث عن فئتين من الأطفال، نتحدث عن فئة الأطفال ذوي الإعاقة، وهم حقهم علينا في القانون مكفول بتقديم خدمة تعليمية متميزة لهم، ونتحدث عن أطفال يعيشوا في ظروف صعبة، سواء كان هذه الظروف يفرضها الاحتلال نتيجة وجودهم في مناطق يعني صعبة، أو كانوا أطفال يعيشوا في أسر فقيرة. هؤلاء بحاجة إلى دعمنا جميعا، ويجب أن يأخذوا حقهم في التعليم
كما يأخذ أقرانهم في أي منطقة من مناطق فلسطين حقهم في التعليم. لذلك يجب علينا جميعا أن نقدم الدعم والمساندة لهؤلاء الأطفال، لأنه طبعا أكيد هي علاقة متكاملة دكتور بصري. ومن بعد حديثنا عن الحرب التي يشنها الاحتلال ضد المناهج التعليمية بفلسطين، وأيضا الحاجة الملحة في قطاع غزة لتسوية أوضاع التعليم هناك، حاب أتطرق لموضوع المعلمين ونحكي عن ضمان العمل المستدام لتطوير أداء المعلمين بفلسطين. طبعا كون التعليم مهنة غير سهلة وهي رسالة عظيمة في كل الدول، نتحدث عن تحسين بيئة التعليم وتطوير أداء المعلمين، تفضل. يعني أنت طرقتي أختي الكريمة يعني واحد من أعمدة نظام التعليم في فلسطين، أعمدة التي نفتخر فيها، ونعتقد أنه لا يمكن يعني القيام بإنجازات كثيرة بدون الاهتمام بواقع المعلم. أريد أن أقول أن قانون التعليم الفلسطيني الذي أصدره سيادة الرئيس في شهر 4 من العام الماضي لأول مرة، وأعتقد بشكل فريد حتى في المنطقة العربية، ينص بشكل أساسي على موضوع مرتبط بمهنة التعليم، بمعنى جعل التعليم مهنة. إيش يعني جعل التعليم مهنة؟ أنه نحن مطالبين كحكومة ومطالب كمؤسسات وكمجتمع أن نقوم بخطوات باتجاه إنصاف المعلمين وباتجاه تحفيزهم وباتجاه متابعة كل ما يتعلق بمهنة التعليم، من أجل أن تكون كما نحب جميعا كمعلمين وكما نحب أيضا كمجتمع. وبهذا الاتجاه وزارة التربية والتعليم تخطو خطوات كبيرة جدا باتجاه توفير ما يسمى بمعايير مهنة التعليم، وبوضع نظام نتمنى أن يتبنى مجلس الوزراء اللي من خلاله يمكن أن يكون للمعلمين رتب، وهذه الرتب تجعل المعلم قادر على أن يرتقي بناء على أدائه وتقييم أدائه أثناء وجوده كمعلم من رتبة إلى رتبة، وليس بحاجة بالمناسبة إلى الانتقال إلى وظيفة إدارية حتى يعني يرتقي، إنما يمكن أن يحافظ على وظيفته كمعلم كونه مبدع ومتميز. هذا من جهة. الجهة الثانية، إحنا في العام الماضي أيضا سيادة الرئيس مشكورا صادق على صندوق الإنجاز والتميز للمعلمين، وهذا الصندوق جعلنا في العام الماضي نقدم مكافآت مادية للمعلمين المتميزين والعاملين المتميزين في قطاع التعليم بناء على تميزهم أو إبداعاتهم أو ما يقدموا لمجتمعهم ولمدارسهم ولطلابهم من إنجازات. وفي العام الماضي تقدم لنا يعني حوالي 1000 معلم ومعلم لهذا الصندوق، اليوم لدينا دورة ثانية ولدينا حوالي 2000 معلم ومعلمة، وخاصة أنه فتحنا لأول مرة التنافس بهذا الصندوق لمعلمينا في غزة. وبالتالي العمل لتحفيز المعلمين شيء أساسي وفي صلب عملية تطوير التعليم طبعاً. لأنه في عندك بصراحة هامات من المعلمين والمعلمات، الواحد يعني عندما يرى ما ينجزوه في هذه الفترة طبعاً. أنت تتحدث عن معلمين يقضوا أوقات بالتنقل ما بين مناطق صعبة من أجل وصول إلى مدارسهم. تحية خاصة نوجهها من خلال شاشة تلفزيون فلسطين لكافة معلمينا على الدور اللي بيقوموا فيه فعلا نشهد لهم. وبأنه متحدث عن تطوير التعليم في فلسطين، خلينا نشير قليلا لتوجه للمدارس الذكية والتعليم الذكي في فلسطين، وهي من الإنجازات اللي فعلا حققت يعني نجاح باهر على مستوى العام الماضي والعام الحالي أيضا. بالمناسبة نحن ابتدأنا من 3 سنوات في موضوع سميناه رقمنة التعليم، وقلنا لكل من يعني تحدث في هذا الموضوع أنه من فلسطين ليست فقط يعني منطقة تحت الاحتلال، أبنائنا يجب أن يحوزوا على أعلى مستويات التكنولوجيا كما يحوز عليها أي طالب في العالم. وبالتالي قدمنا يعني نموذج يمكن أبنائنا من استخدام التابلتس في التعليم، وكان هذا الكلام بالتعاون مع البلديات وأهل الخير، وبالتالي مجتمعنا استنهض هذا الموضوع وأصبح في عنا حوالي 150 مدرسة تستخدم التكنولوجيا بشكل معمق. اليوم بلشنا في قضية المدارس الذكية من خلال فكرة طرحها مع الوزير الحقيقة، وهو يعني صاحب الفكرة الحقيقية، بأنه يريد مدارس بلا امتحانات وبلا واجبات دراسية وبلا حقائب مدرسية، لأنه هذه القضايا أعتقد تعيد صياغة الموقف. كان هذا تحدي لنا جميعا، لكن وجدنا الحل واضحا في ممارسات فضلة مارسها معلمينا ومعلماتنا في المدارس. وجدنا أن هناك بعض المدارس الفلسطينية حقيقة لا يوجد فيها حقائب، ووجدنا بعض المدارس فيها ممارسات مختلفة عن موضوع الامتحانات التقليدية، يعني يمكن قياس
قدرات أبنائنا بطريقة غير الامتحانات من خلال. وبما أننا بنتحدث إحنا عن التعليم، حابة أشير كمان عن محو الأمية واللي قارب على التلاشي بفلسطين والخطوات التي نفذتها وزارة التربية والتعليم، منها من صفوف محو الأمية والتعليم المساند. وإحنا بدورنا بنشكر وجودك معنا دكتور بصري صالح، شكرا. وكيل وزارة التربية والتعليم، شكرا لوجودك معنا. نتمنى دائما التعليم يكون بتطور مستمر بفلسطين. يسعد صباحك، شكرا جزيلا على وجودك معنا. وإحنا نتابع في جولتنا الصباحية داليا، بعد الوقفة عندنا فقرة النشاط والرياضة والحيوية، خليكم معنا. صباح الخير لكم مشاهدينا، وصباح الخير لكل اللي انضموا لمتابعتنا بفلسطين هذا الصباح. وصلنا لفقرة الرياضة. فرح، عندي فضول أعرف كيف جسمك بعد تمرين مبارح. تمرنت فرح بالاستاديو مبارح مشاهدينا؟ لا، كانت تمارين سهلة، بس يزن هلأ قال لي اليوم بدنا نتفعفل، فما شجعني أني أرجع أقوم، رح أضلني قاعدة نتفعفل. معناته اليوم في عنا حرق دهون، فلكل اللي بتابعونا وحابين أنهم يعملوا تمارين لحرق الدهون، يمكن تمارين سرعة يزن. تمارين سريعة وكاليو. يسعد صباحك يا زهران. كوتش يزن زهران. صباح الخير مشاهدينا الأعزاء. صباح الخير فرح. صباح الخير داريا. يسعد صباحكم جميعا. شو التمارين رح نعملها اليوم؟ على ايش رح نركز بجسمنا؟ رح نشتغل اليوم تمارين كارديو لكل الجسم، نرفع معدل نبضات القلب شوي، نتحكم فيه بشكل عام. يعني الهدف نشاط وحيوية، ونخلق من نهارنا شيء حلو جميل اليوم إن شاء الله يا رب. يلا جاهزين. نبلش مع بعض. نبلش الإحماء مع بعض. مارش. 2 3 4. نفس باستمرار، صدري مرفوع، 6 7 8 نيوب، 1 2 3 4 5 6 7 8 كيك، 1 2 3 4 5 6 7 يمين شمال، 1 2 3 4 5 6 7 8 كمان مرة، نيوب، 2 3 4 5 6 7 اقطع تدريجي جمب، 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 كيك، 2 3 4 5 6 7 يمين شمال، 1 2 3 4 5 6 7 مع كيك سويتش بام عنش، 3 4 نفس باستمرار، 6 7 8 6 7 نيو اب، 1 2 3 4 5 6 7 8 ستيب تاتش، 2 3 4 5 6 7 8 كتاب جانبي، 2 3 4 5 7 أمامي، أب، 2 3 4 5 6 7 عالي، أب، 2 3 4 5 6 7 كروس، أب، 2 3 4 نفس باستمرار، 6 7 على الوسط، 1 2 3 4 5 6 7 تحت،
1 2 3 4 5 6 7 مارش 1 2 3 4 5 6 7 حركض محلي 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 جامبينج جاكس اب 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 كمان 8 2 3 4 5 6 7 8 ركز في المكان 3 4 5 6 7 8 منها مارش عريض 2 3 4 5 6 7 إذا بحس إنه أنا لازم أشرب مي لازم أشرب مي باستمرار نفس من هان إلي هيك صدري مرفوع إجري عريض أعرض من كتافي من هان بطلع سبرنت 5 6 7 كمان 8 8 7 6 5 4 3 2 1 وبرجع مارش 2 3 4 5 6 7 كمان مرة مارش عريض من هان برفع صدري بعمل بانش 1 2 3 4 5 6 7 عالي 1 2 3 4 5 6 7 كمان 8 تحت 1 2 3 4 5 6 7 8 من هون مارش 3 4 5 6 7 8 صدري مرفوع 1 مرة لبرا 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 بانش 1 2 3 نفس باستمرار 4 5 صدري مرفوع ركبي متنية باستمرار 8 بانش كروس 3 4 5 6 7 أبر 1 2 3 4 5 6 7 كمان 8 أمامي 2 3 4 5 6 7 8 برجع من هون مارش 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 راح اعمل جامب 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 لازم انتبه في هاي التمرين انه انا ركبي متنية لما بنزل فاضي لورا بنزل قدر الامكان يمكن انزل للحد الاعلى او بنزل شوي المهم الفكره في الجمب طول الوقت ركبي متنية برجع لمارش نفس باستمرار 3 4 5 6 7 لازم احافظ على معدل نبضات القلب عالي ببلش انزل فيه بشكل تدريجي 3 4 5 6 7 8